بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جمال الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. زول في الهونة، زول الجزائريين ستاريين إيكا عايشين دي ثمور تاكو الغربة. بونجور سالي تو ليزالجيريان الجيريان كي في فرانجيريا اترانجي، لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية. الزول والأمة الجزائرية لا تزول. الزول وشعب الجزائر واقف صامد موحد ولا يزول. يا خوتي يا مقطرو الناس باسكو يفون اون ديفياسيون منعرج على الهموم تاع الشعب الجزائري والأمة الجزائرية. ما هو المشكل في الجزائر؟ كما طرحنا ديجا سؤال، ما هو المشكل في الجزائر؟ كيلي لو بروبليم اون الجيري؟ اسكو سي تان بروبليم ايثنيك؟ اسكو سي تان بروبليم لينغويستيك؟ اسكو سي تان بروبليم ريليجيو؟ لو بروبليم في الجزائر الناس اللي les voyous qui ont hakmi en 62 ila yomin hada, ils ont utilisé la carte ala hada les hwayej hadouma. Ils ont utilisé, je précise, la carte hadia ou le président li dit li hto, parce que fil jazair jamais wahed ghir f 90at la vérité chaab kant démocratie. Et vous me dites que le chède lui me donne la démocratie, parce que la démocratie a été arrachée par le sang. Le sang, je précise, arrachée. 5 octobre 88. Le 5 octobre, Chab, il a arraché sa démocratie. Mais je me donne. Il y a un ouahd habs. C'est un nan coroné. Il me donne la démocratie. Il me dit في عهدو كنا بيا يا ودي ما كان بيا لا والو. هذه لا سيتوياسيون اللي رانا عايشينها هي تاع السبعينات. ابري لا سيتوياسيون تاع هذاك شادلي نشوفوها ديسي 15 ans ومن بعد يجي تاع بوتسريقه الى اخره. باسكو توجور يفو فوار لا سيتوياسيون ابري 20 ans 15 ans الى اخره. يعني اليوم في الجزائر كثروا هادو لي الرؤساء هادو لي يجي هاو شوفوا غير في التسعينات جا زروال بدل لا كونستيتيسيون اللي كافي بدل لا كونستيتيسيون الا واحد هو المرحوم محمد بوضياف الا ريا توجي وقال لهم شوفوا لي ناسيوناليست يا رب العالي الناس اللي تخدمها الناس اللي شوفوا غير كيف مات الله يرحمه الزعيم اي نا با توشي لا هو قال كلمه برك سي لا مافيا اللي حكم الجزائر قال كلمه من الكلمه هذيك الا في دي جيست هو حضر وراح الا انفواي دي جون اسمعوا مليح الا انفواي دي جون دي سيرفيس سيكري كانوا يديروا دي ريشيرش على الناس اللي سرقت الجزائر وفي فرنسا واش عندهم الى اخره. نهار مرقولو عطاوه حتى هذوك لي زوفيسي قتلوهم. كاش شتو الناس اللي تخدم هادو ما اللي يجي يهضر احنا نديرو. قلت لكم خصو غير يذكرونا في القران يقول لك حنا مذكورين في القران هذا ما خص. الجزائر المشكل تاعها هي ان الناس اللي حاكمين في الجزائر وهما باينين شكون شتو نهار سينيال ورا واحد الورقه كاين خمسه موراه بالكاسكيطه وما اللي حاكمين الجزائر لان في الجزائر لا ديفياسيون هادي لا كونستيتيسيون ما لا كونستيتيسيون لا سي با لو بروبليم دو كونستيتيسيون. شكون راح يطبق لا كونستيتيسيون؟ كي فا ابليكي لا كونستيتيسيون؟ هذاك الشخص اللي يطبق البوليسي جدارمي الجينيرال مينيس هما الاولين اللي يعفسوا في لا كونستيتيسيون هما الاولين. اون ا في سا مقبلوا اللي جابوا بالذات اللي جابوا هاد التفون شكون جابو؟ جابو بوتسريقة هايدا جابو بوتسريقة بوتسريقة قال لك العهدة برك الروح ومن بعد عهدة مور عهدة هايدا يتسمى الإمام. باسكو علاش موراه شكون؟ كيما قلت لكم توجور يفو بوزي دي كيسيون شكون موراهم. ما يقوليش واحد فرنسا الانجليز لا الاخر هاديك قديمة هو من ايادي الخارجية كي يقول هكذا الانسان يتسمى هما الايادي الخارجيه. اما ما يتهموش المعارضين باللي هما انفينونسيين الى اخره هما الايادي الخارجيه
بإثبات قطعي. قلنا لكم بالقصير سرقت دي دوسي ديسك دير الاخر هذاك لاجيدون تاع القايد القايد خاين ليومنا هذا معنا بنو مشوره دا لهم دوسيات على يدي الدوسيات الخارج اليس ايدي خارجيه اجنبيه كما كان رب الجزائر على ما تهموش بالخيانه ما يقدروش يتهموه تهموها بحاجه تافهه على قايد خاين على ما يتهموش بالخيانه ما يتهموش بالاخر باسمو بالسرقه ما يتهموش بالاقتلاء اللي صرات في التسعينات ما يتهموهمش هو خالد الجزار على البريزيدون اللي مات لا لا ما يتهموهمش على هادي بس شوفوا يا خوتي وين لحقونا ويجيو ناس هضروا جو بارد لاكونستيتيسيون الان يهضر واحد الانسان جابوه في واحد التلفزيون تاع المعارضه اللي كانت باسم ولات باسم جديد بالمعارضه جابوا واحد تافه جو بريسيسا تافه نيفو حابط ما على باليش كيف هذا الانسان مختص في القانون يجي ريان كومبري وعايش في الجزائر عايش في الجزائر يهضر يقول لك حتى لا تروديكسيون يعني مد اثبات شغل لقى حاجه ستان شيرشر ولا داران فيزي نوكليير ولا قال لك الارتيكل اللي كتبوهم اون فرونسي باين لان الترجمه ما تجيش معاه يا ودي يا والله العظيم يا لو كان يجيبو كونستيتيسيون تاع سويسرا ما يقدروش يطبقوها في الجزائر يا سيدي سويسرا المانيا ما يقدروش يطبقوها باسكو لو بروبليم سي لي جون يا ماشي الكتيبه قلنا لكم لا كونستيتيسيون القديمه مليحه يا دي زارتيكل نحاوهم في الاخر يفو بارلي يفو دير لا فيريتي كاين دي كونستيتيسيون مي هما لا لي يجي بدل كونستيتيسيون شغل المشروع تاع الجزائر هذا هو اذن هاد الاشخاص ما يثبتوا للشعب ما عندهمش ان بروغرام بوليتيك كاع من 62 ايزون با ان بروغرام بوليتيك هذه هي باسكو كيما قلت لكم عندها شحال بور فوار لا بروسبيريتي دان بي باش تشوفوا تقدم بلد والازدهار تشوفوه بدات حوايج برك تروا شوز لا جوستيس اي ليديكاسيون اي لا سونتي اسكو حنا في الجزائر كاين هادشي اسكو حنا بناو ناس بطارات اسكو حنا ليديكاسيون الجيريان دوك معروفه ولا اوني لي ديرني في الكلاسمون في ليديكاسيون باش نتفاهموا لي ديرني مالغري عندها حبيبات خرجوا باسكو ايزون في دي زيفور يقراو الى اخره باسكو المدرسه الجزائريه يجي بريسيز مانيش نتهم لي بروفيسور باسكو البروفيسور 45 في كلاسه جامي صرات هادي الا لي بي سو ديفلوبي بكري لا ما كانش عندنا هادشي اي لا جوستيس بلي بير دو بير اون بير لا جوستيس الجيريان اذن المشكل ليس في الدستور هذا جابو كتبوه فرنسي كتبوه بالالمون كتبوه بسبانيوليه كتبوه يا ودي سي با ان بروبليم دو كونستيتيسيون لو بروبليم دو لالجيري كي جير لالجيري شكون ويسير في الجزائر هذا هو المشكل تاعنا برسيو هذا الانسان مبعوث برك تفون هذا شي تيم بوبي يمشيوه كيما كانوا بكري دي بوبي ومادابه به يخبط 80 مليون في الشهر وخليه يتخلع من بعد الطوفان مقبلوا بوت سرقه واش كان يقول من بعد الطوفان هايدا ويمم مصطلحات هما يقولك استقال ما يقولوش بلي الشعب خرجوا يقولوش يبورتو على بالنا بلي خرجوه نحاوه الشعب نولي لهاد التافه هذا تاع الحقوق يهضر ويقولك دا شوفوا الناس يا خاوتي شوفوا لا ديفيرونس لازم هدايا
كيما قلت لكم عندها شحال اون توجور يفو بروند حاجه بوزيتيف مهما يكون من العدو تاعي جو في بروند حاجه بوزيتيف. قال لك كلمه مليحه قال لك نديها حاجه نيجاتيف ما نديهاش هذه باينه. لا كونستيتيسيون اللي معروفه في العالم لا كونستيتيسيون اللي معروفه في العالم شكون لي دروا دو لوم حقوق الانسان هايدا الحقوق الانسان الارتيكل ا واش يقول من حاول الارتيكل ا من حاول نحاوه من حديث تاع عمر ابن الخطاب اللي قال متى استعبدتم الناس وولدتهم امهم احرار بروميير ارتيكل دو لا كونستيتيسيون اون ا دي بروف مانيش نهضر في الفرا باش نتفاهموا جو بار با دون لو فيد ونمد لي ريفيرونس حنا ما كيما قلنا لكم ما باسكو علاش اون دون با دي فوس انفورماسيون باش نخرجوا مجتمع غلط لا اون دون دي انفورماسيون اون دون لي ريفيرونس كاين ان ليفر هذايا قديم 1968 ايتي بوبليي اون 1968 لو دروا ديتر ان نوم حنا نبدلوه ماشي ام لو دروا ديتر ان هيومان parce que qui nous connaît humain en général la femme l'homme et la akhiri هنا يا هاو ليك لو ليف هذا هو الليف قديم كما قلت لكم وتفكرتو نهار هضر هذا التافه هذايا على جال يهضر على لا لونغ وما لا لونغ الى اخره سي فريمون كون فريمون شخصيا نلقاها يعني ماشي المشكل في اللغه ولا الاخر سي با ان بروبليم دو لونغ لو بروبليم كي فا ابليكي لا كونستيتيسيون هذا ما كان كي فا ابليكي لا كونستيتيسيون وهذاك اللي دار لا كونستيتيسيون يا اخي في العشر فاسمو في العشرين سنه هادو هو اللي كتب لا كونستيتيسيون هذيك اللي زرا لارتيكل 55 اللي زرا الجزائر اللي عايشين في الخارج هو اللي زراهم يعني باش شوفوا يا خاوتي سي بور سا نقول لكم هاد الناس ايزون با ان بروغرام وما يكونش عندهم جامي بروغرام جامي يكون عندهم بروغرام وجامي كان عندنا بروغرام ونقول للامه الجزائريه نكونوا موحدين والثوره الجزائريه تكمل ان شاء الله ان شاء الله بعد الكورونا بعد لان الكورونا هذه حقيقه ما لازمش نغلطوا حقيقه الفيروس هذا موجود يجي بوس با دي كيسيون شكون داروا ما داروش واش من فايده هيا سيدي واش من فايده عندي كي يكون على بالي شكون دار هذا الفيروس زعما انا خير من الاخرين خم البشريه الف الوف الوف على بالنا شكون اللي حاكم العالم الى اخره اذن هذا سي كيما يقولوا سي با اون ريشيرش انتيليكتوال ولا كذا ولا سي با انتيري الهم الصح ان الجزائريين يعيشوا بلهنا وبسلام وبرفاهيه هذا هو المهم ونوصي الشعب الجزائري خاوتي اللي يسمعوني والاخر الكورونا حقيقه اقرا وحذركم لان دوك حتى في المانيا كون ان بريزيدون لا شانسيلير المون انجيلا ميركل قالت لهم احذروا ان جايه لا دوزيام فاك تاع الكورونا حقيقه هذه وقرتها في الديسكور وراكم تشوفوا في المانيا هاي تطلع للوفيات عم غير يطلعوا اذا حقيقه يحذروا وما تسمعوش لهاد البلطجيه هادوما بلطجيه تاع التفون الى اخره باسكو كثروا في الانترنت كثروا في اليوتيوب كثروا يتهموا غير الناس اللي احرار شغل هادوك اللي راهم يهضروا في اليوتيوب هما الخوانه انا نعرف الخائن ندى لي الدوسي تاع الجزائر بالقصير
واش يكون هذا بالقصير؟ وهذوك الجينيرال واحد منهم هرب لفرنسا، شكون هادو؟ اذا ما تدافعوش على اشخاص خرجوا من هذيك الاخر، خرجوا من هذيك المؤسسه، ما تدافعوش عليهم ولا شراوكم حاجه واحده اخرى. الجزائر سي سا لا ديفيرونس انتر حنايا والاخرين، حنا ما نجبدش المشرقه باش نتفاهموا. الاخرين ils acceptent d'autres avis, ils acceptent. يقبلوا مالغري في قلبو او حقد عليك، لكن يقبلها، يقبلها في البوزيتيف، ما يشوفش هو النيجاتيف، يقبلها توجور في البوزيتيف. حتى اللي كاين خاين ما نقول، واش تتعلم من الجهل؟ تتعلم ما تكونش كيما هو الجهل، لانه جهل باسكو لوختو لوخت الاستيك. سي بور سا نقولوا للجزائريين لازم تكونوا واعيين، واعيين، ما تتبعوش برك هذا اي انسان، جو بريسيز، اي انسان، اي سياسي، سياسي اللي ما يجيبش ان بروغرام بوليتيك، ماشي سياسي، سي با ان بوليتيسيان، جو بريسيز، واللي ما عندوش يعني لونفيرونمون تاعو دي بوليتيسيان دي استراتيج الى اخره، ما استعربش بيه شخصيا. هي دي كيما يقولوا المعارضين في سواء في الجزائر راهم في الحباس، وكاينين في الخارج، شوفوا لي بروغرام بوليتيك تاعهم وشوفوا لي فيزيون تاعهم وهدرنا عليهم الى اخره. ما تتبعوش برك، باسكو كاين بزاف سورتو في فرنسا، واحد او كان يهدر او ما سمعناهش، عنده شحال يهدر، وكان مع هذاك ابراهيمي حزب الوفاء، يهدر وكدا ويهدر مصالحه ما المصالحه، وخوه واش يكون؟ خوه محامي في الجزائر، يجيبوه زعما في هذيك التلفزيون تاع المعارضه، جابوه خطره والاخر يهدر. هادو داعي تاع مصلحه، شوفوا غير لي فيديو تاوعو جو بريسيس تاوعو الا المنطقه تاعو وين عايش، ما يهدرش على الجزائر كومبلي، باينين هاد الاشخاص. الجزائر من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها، هذه هي الجزائر، والجزائر بالجاليه الجزائريه اللي موجوده في الخارج كانيت، ما نساوهمش 10 ملايين الجزائريه. سي بور سا نقول لكم الجزائر تاع الغد جزائر شباب، لي فات وقته ما يطمع في وقت الناس، خلاص بهذا الصدد. وكما قلت توجور نشكر الاخ العربي زويميه اللي هو يمد توجور ديزاناليز فريمون. البارح هدر له البارح، il a fait une vidéo sur les commentaires amni nationaliste الاخ العربي زيطوط ني ناسيوناليست. هادو هما حنا مادابينا يكون ليكسترم دروات في الجزائر، نقولوا نزيد نعاودها ليكسترم دروات كسافيتي سي ناسيوناليزم مادابيه، كما قال هذاك واسمو رحماني كيف عنده الحق، مادابي انا شوي اكسترم دروات، نحب بلادي، نحب الجزائر، ومدينا لكم مشروع في الجزائر، قلنا لا سول سوليسيون، حل الوحيد في الجزائر ان الجزائر تخرج من ازمه، من كلش، من العرقيه، من اللغه الى اخره، هو ان يكون في الجزائر لو فيديراليزم، الفيدرالي في الجزائر، لي بي بروسبير في العالم، لي بي بروسبير قاعد يسون فيدرال، المانيا القوه العظمى في اوروبا فيدرال. C'est un pays fédéral. L'Autriche, fédéral. La Suisse sera fédéral. Le Danemark, la Suède, l'Amérique, le Québec, le Canada. Et là, je me dis, je suis un peu plus de centralisme.
الا لجهتنا، باسكو لو فيديرال يقتل هذا الشيء، يقتلوا ويقتلوا. علاش؟ قلنا لكم يا خاوتي، بار اكزومبل يجي والي، الوالي شكون يحطوه هنا في الجزائر؟ تحطوه يحطوه لي فوايو، ما يجيش افيك ان فوت. لكن في الفيديراليزم سي افيك ان فوت دان بارتي، دان بارتي، ومن بعد الشعب هذيك تاع المنطقه هذيك يفوتيو على انسان هذاك ولا كذا ولا حزب، ومن بعد في الحزب يجتمعوا يخرجوا انسان الى اخره، وفي المنطقه تاعو، لان المنطقه تاعو يعرفوه، كي يسرق يعرفوه، ماشي كيما دوك في الجزائر الوالي هو مقسمطينه يبعثوه لطمراست يسرق في طمراست باسكو ما يعرفوش، ولا والي متيزي وزو هو متيزي وزو يبعثوه لعنابه يسرق في عنابه باسكو العنابه ما يعرفوش الى اخره. سي بور سا قلنا لو فيديراليزم يقتل كلش، من في الفيديراليزم كل جهه كل ولايه، ماشي ولايه، كل نقولوا نكثروا الولايات. كما داروها جدودنا، قسموا الجزائر الى اربع خمس مناطق، نديروها هكذاك لا ميم شوز، كل منطقه يكون القانون تاعها، ومن بعد يكون الفيديراليزم، لا كونستيتيسيون تكون فيدرال. الانسان هذاك كي تشرعوا في الجهه هذيك في المنطقه تاعو، كما الالمانيا عندها بوندس يعني فيدرال، هذه هي والمنطقه. ومن بعد المنطقه هذيك لا تريبينال ما يقدرش يديجيدي يروح للفيدرال ناسيونال معناتها. سي سا لو سول سوليوشن في الجزائر، الفيدرال، الفيدراليه. حتى ليكونومي لا ميم شوز. ونقول لكم يا خاوتي هذا راي شخصي، بعض الاشخاص يتهموا الناس والاخر يقول لك علاش، وحنا كيما يقولوا اون فوا دي بي، اون فوا دي بي، اون برون حاجه بوزيتيف ماشي حاجه نيجاتيف، بوزيتيف باسكو في اي بلد عنده لا سوسيولوجي تاعو تاع البلد هذيك الى اخره. سي بور سا نقول لكم تحيه الامه الجزائريه، وصحه فطوركم وصحه سحوركم، والسلام عليكم.